يعد العنب من أغنى الفواكه المتنوعة في اليمن، حيث تتراوح أنواعه بين 20 إلى 40 صنفاً، ويعد أكثرها شهرة وشيوعاً ثلاثة أنواع بحسب اللون، هي الرازق والعاصم والبياض. ويحل علينا موسم العنب هذه الأيام بخيراته الكثيرة وبركاته العديدة، والذي يأتي من مختلف المناطق اليمنية وخصوصاً القريبة من محافظة صنعاء مثل خولان وبن حشيش. العنب البياض على إقبال شديد يعني من الناس، لأنه يعني أقول لك دول أحسن عنب وأجوده، حتى الزبيب حقيقي يكون غالي جدا يعني في آخر موسم. أما العنب الأسود يستخدموا أكثر من العصير والعنب العاصمي، ومناطق هذا بني شداد يعني أكثر المزارع في اليمن وأكثر المناطق مبيعا في اليمن يعني خولان بني شداد. في أودية على ماء يعني أودية كبيرة جدا ومساحة شاسعة، والعنب الرازقي بيزرعوه بكثرة في بني حشيش والعاصمي منطقة الرونة، وفي صرف وبعنب حق صعده يعني ما بيدخل هنا لا نادرا. نحن الآن على بداية موسم العنب، ومن أجود أنواع العنب هذه الأيام هو العنب البياض والرازقي حق بني شداد حق بني حشيش، يعني قدو أجود أنواع العنب، وبنجيب العنب من عند المزارعي يعني بكميات كبيرة، كون الناس يعني يطلبوه هنا بشكل أكثر. العنب اليمني الخولاني والسنحاني وبني حشيش وجميع أنواع الفواكه من العنب الزيتون والجبرين والزيتون والجبرين والرازقي والعاصمي والأسود المشهور والصعدي، الأسود الصعدي لأن بلادنا غنية بجميع أنواع العنب. يعد العنب الرازقي العنب اليمني بالذات أجود أنواع العنب نسبة للجلوكوز المحتوي فيه، ثاني حاجة إلى عدم وجود فيها البذ بشكل كثير، ومنه الرازقي والبياض والعنب الأحمر وأصناف جو، وأغلى أنواع العنب تصدر من اليمن. ويتميز العنب اليمني بغناه بالمياه والعديد من الفوائد للمعدة والجسم ومناعته بشكل عام، كما يتميز بمذاقه الحلو الذي لا يقاوم، ليتميز العنب اليمني عن غيره من البلدان الأخرى. يخرج منه الزبيب ويستثمرونه ويساعدهم على المحصول الزراعية، وتبدأ هذه العنب يعني مواسم في فترة في الخريف فقط، في الخريف فقط يكون موسم العنب، وكانوا أجداد القدماء يشتهرون بزرع العنب. زراعة العنب هذا تعيبة، تشتي كراء، تشتي نظافة، تشتي ماء قليل خفيف، ما بشي يقع جوعه. الحمد لله أن أرض اليمن أرض مباركة وأرض خصبة، يعني ترابها من ذهب صح، يعني طعم العنب يعني أحسن من العسل، أحسن من السكر، يعني هذا يعني يقول لك يعني دلالة على أن التربة خصبة وأن ترابها جيد للزراعة وأن أرضها صالحة، وندعو الناس أن يستثمروا أموالهم وأن يزرعوها عنب وفواكه غيرها. يحتاج العنب لرعاية خاصة ومميزة، وإذا ما تمت زراعته بالطريقة السليمة والصحيحة امتلأت شجيراته بالخير الكثير والوفير والجواهر الوفيرة بألوانه الزاهية وفوائده التي لا تحصى.